لو الأخت تصلي وسمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي أحد سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام. والسلام. في موضع الأمر من الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة سأل والسلام. العلماء على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أما في غير ذلك فقد اختلف أهل العلم، هل إذا ورد اسم النبي عليه الصلاة والسلام في آية من الآيات نصلي عليه أم لا نصلي عليه؟ فالمسألة فيها سعة، إن أردت أن تصلي عليه صل عليه بصوت خفيض، إن لم ترد أن تصلي عليه فلا تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فإن في الصلاة شغلا. فالمسألة فيها سعة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه الصلاة والسلام.